المعارضه وهيئات المجتمع المدني وحقوقيون رفضهم التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخليه منددين بتحول حكومه بلادهم الى اداه بيد الغرب. على صعيد متصل قال مراسل الدنيا في انطاكيا ان تجمعا شعبيا حاشدا في منطقه باب الجسر في انطاكيا خرج هاتفا لسوريا ورئيسها وجيشها. واكد مراسل الدنيا ان ابناء لواء اسكندرونه هتفوا ضد التدخل الخارجي ورفعوا اعلام سوريا وصور الرئيس بشار الاسد، مشيرا الى ان محافظ انطاكيا التركي منع طلب المواطنين بالمسيره التي انطلقت رغما عنه ورغما عن قوات الامن التركيه.